بابا شو في بينك وبين هشام عنابة؟ ما في شي، كنت عم بتعشى عندهم ووصلني. شو في بينك وبين هشام عنابة؟ شبك بابا جاوبتك؟ ما تكذبي. معك حق، بعمري ما كذبت عليك وكمان هالمرة ما رح كذب. أنا معجبة بهشام، صحيح هو أكبر مني بس كمان أنا ماني صغيرة وأنا مقتنعة فيه. مقتنعة؟ ولك بشو مقتنعة؟ وعلى أساس شو بنيتي قناعاتك؟ على أساس تجاربي اللي كل عمري تركتني عيش فيها لحالي. هلا شو في؟ شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟ ما في شي تغير، حتى أنت ما تغيرتي، ولك طول عمرك بتشوفي الناس بعيون قلبك. كل هاد بس لأنه كبير بالعمر؟ أنا بحاجة شريك كبير وواعي وناضج. بابا أنا تعبت، بدي حنية. حنية؟ وما لقيتي الحنية إلا عند هذا الواطي؟ ولك هذا واحد واطي وماضي أسود. تصبح على خير. تعي لهون. ما في روحة، ما في روحة قبل ما ننهي هاي القصة، فهمتي؟ بابا أنت شو عم تعمل؟ أنت منتبه على حالك؟ ليش كل هاد؟ هاي حياتي وأنا حرة فيها. يعني ما عم بفهم منين طلعت لك هالرحلة على أساس ما فينك تتركي الشغل ولا لحظة؟ كلها كم يوم وراجع، اشتقت أعمل سياحة بالبلد. أوكي. وأنت شو صار معك بالموضوع؟ بس تخلصتي يا بكالوريا رح ناخدها وطلعنا عند خالة زيارة ومنبقى هنيك. أخ هذا أحسن شي بتعمله. بس كيف بدي اتركك لحالك؟ انت لازم تروحي معنا. لا دخيلك، انا ما بقدر اتركهم، موت بعيد الشر. بس يا ماما اتركها مالك، اتركها، ما فيها تترك الحارة والجيران. خسرت اختها وهلا رح تخسركم كرمال كلامهم وسمعتها بيناتهم. وطي صوتك، هلا بتسمعي كثير. انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ نار على باروت؟ لك القصة اكبر من هيك، انت بتعرفي انه حرام. لا تحللي ولا تحرمي، دنيا تغيرت والزمن تغير، وانت مو جدك وتيا مو ليلى، وممكن ما تضحي كرمالكم وتختاروا. اسمع مني وما تسافر، انت الخسران.